واليوم انا جاي من ولايه طنرازط من اجل ان ندعم ونشجع ونناصر الفريق الوطني، ونتمنى من الجمهور الجزائري انه يناصر الفريق الوطني في كل الظروف. ماشي نهار اللي راهو رابح رانا معاه، يخسر نطاقوه كاع. ديما نعطوه الدفع للامام من اجل باش نهزوا معنوياتهم. نحن ندعمهم، وهذه الرياضه فيها رابح فيها خاسر، محال باش يقول الانسان على العام هو رابح. واحنا مع الفريق الوطني وفي كل فئات رابح ولا خاسر، وندعموهم ومادا بينا نرتقوا بالرياضه الجزائريه للامام. وتحياتنا للفريق الوطني، ونحن مع الفريق الوطني كيف ما كان. وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. احنا هذا هو الفريق رقم واحد في المستقبل. لذلك نتمناو ديما نقولوا الدعم يكون قوي، لانه هو مستقبل الجزائر، ونتمناو يكون مستقبل محافل، ومستقبل يكون يعني زاهر وزاهر بينا احنا، كيحسوا باللي وراهم قوه وراهم شعب. واليوم حضورنا هنا يعني من اقصى الجنوب ومن كل الولايات وفئه شبانيه دليل على انه هذه جزائر القاره، من اجل المحافظه على الجزائر القاره، من اجل الدعم لهاد الناس باش يعرفوا باللي راه ماشو عدم. الجزائر من الشمال، الشعب الجزائري من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، كل مع الفريق الوطني.